جديد صباح الخير لكل مشاهدين، تحياتنا لكم. اليوم معنا شيف فاطمه شرباتي. فاطمه معجوقه بالمطبخ عم تستعد لتحضير الكشكه، صح فاطمه؟ شو هي الكشكه؟ صباح الخير، اعطينا فكره عن هذا الموضوع. هلا في كشكه خضراء وكشكه ناشفه، وطبعا سهلوا علينا كثير اللي بيخترعوا هالاختراعات. طبعا هلا بودره الكشكه هي تعتبر اكله يعني تراثيه بالفعل، وكانوا يستعينوا فيها على قضاء انه الشتويه ما بكونش فيها محاصيل كثير، فكانوا انه مونه للبيت. تمام. كانوا كثير بسرعه بشكل مختصر برغل لبن طريقه معينه، بتركوه ليحمض يومين ثلاثة، وبعدين بقرصوه مثل الجميد ينشف على سطول أساطيح البيوت. بعدين بطحنوه بصير هالبودرة هاي، بيعملوا منها شغلات كتير. مثلا أنا اليوم عملت منها الخبز. نعم رائع، منعرف طبعا احنا تفضلي. احنا بدنا نبلش كيف بدنا نعمل الكشكة. اوكي طيب. انت اظن بدك تعملي اشي مع طحين، اشي مع سلطة. نعم اشي نعم. في شوربة بجنبي. نعم نعم. حتى كمان يا ريت اخر احرك لك اياها. يا ريت. تمام. هذا قرص الكشك وانت عم بتذوبيه يعني هلا؟ هي البودره تاعت الكشك، وهلا كيف رح احكي للستات كيف انه نتعامل معها. تمام. هلا بالنسبه للعيارات هلا رح تطلع قدام الشاشه. هلا الطحين ابيض، بما انه رح استعمل بودره الكشكه. تمام. لانه بودره الكشكه بالاخير بدها يعني بدنا نحكي انه نوع من انواع القمح. هاي المقادير عم نشوفها. نعم. هلا بنحط، المفروض انه هاي رح انقعها من قبل بليله بشويه مي. هيها هاي الكشك الباودر. نعم هاي الكشك الباودر، بننقعها قبل بليله بشويه مي. ايش المي اللي يغطيها وتخليها لزجه بالشكل هذا؟ نعم نعم. تتفتح زي بالشكل هذا. نعم تمام. وبعدين بجيب انا طحيناتي وبجيب الخميره. كاستين هدول؟ نعم انا يعني هلا هذا نموذج، بس انا مجهزه واحده عشان نشتغل ونقرص فيها على طول. تمام. الخميره انا بحبها كثير، يعني بتشتغل على الشقتين. نعم. اما انه بحطها راسا فوق الطحين تمام، مع معلقه من السكر. طبعا انا نص الكميه هاي، فمعلقه واحده بتكفي. لو اكثر بتحب تزيدي. نعم. وشويه من البيكنج باودر. نعم. طبعا انا لما احكي كوب طحين بعني الكوب هذا هذا. حبيت مكاييلك حلوين، والمعالق المقدمين والمعالق معلقه كبيره، يعني المعلقه هاي. أوكي. معلقه الطاوله. اوكي يلا خلطنا هون الطحين والسكر، اخر شيء الملح. ملح وما بنكتر ملح. ليش؟ لانه الكشك مالحه بالفعل. هلا هاي اللي انا نقعتها قبل بليله اللي صارت طريه بدي اديرها هون واعجن باللبن. بلبن رايب؟ لبن رايب. أوكي. ما بعجن بمي. أوكي. بعجن بلبن رايب. طيب حتى انه بس ما انه نختصر وقت وصلت الفكره. راح احط لبن بالزبط. هلا اللبن ما راح ادير كوب اللبن مره واحده، شوي شوي لبن ما تحسي تتكون معي هاي العجينه. نعم. لا تصير معي هاي العجينه بشكل طعمتها بالفعل بتبين بالعجينه بس تنخبز. نعم بتكون بتبين. على حموضه. نعم يعني انا هلا راح ادوقك بعد ما عجناها وتركناها ترتاح راح تكون بالشكل هذا، وخمرت ونفشت وكل شيء. نعم هي دول خليهم على جنب. تمام. بجيب وبرقها على زيت زيتون. في ناس بيحشوها بالكشك كمان. ما هو هذا الجديد، انه درجه العاده انه الكل كان يعمل عجينه عاديه زي تبعي السبانه مثل مطبق. نعم. حطي بقلبها الكشك. يحط الكشكه بعد ما يفرم معها بصل او اللي هي زي هاي تكون ويحطوها بقلب العجينه. هاي كشكه خضراء. هلا هاي مودرن يعني احنا عم نحكي. ايوه هاي يعني حتى اسهل على الستات، بتقدر تحتفظي فيها بالفريزر بالاسابيع. هلا بعد ما انعجنت هيك نعم راح احط شويه زيت على ايدي وشويه زيت على الطاوله. تمام اوكي هيا بدك تبلشي تعجنيهم. نعم يعني تقريبا هدول ممكن يعملوا لي قرصين كبار او اربع صغار. انا رح اعمل يعني الستات صايرين يحبوا الاشياء البلديه وفي نفس الوقت ممكن انه يعني الخبز سهل كثير. هيو بس اني بفرد هيك. خليني بس اروح اتناول الصينيه لانه جابوا لنا. حلو الصينيه. طبعا لو تلاحظي لساتها العجينه ما ارتاحت، ولذلك هيك مفتحه شوي. هي بس ترتاح. انا عجنتها فش ما صار لي 10 دقائق، ما لحقت تاخذ وقتها. راح اجيب ورق زبده واحطه بالصينيه واحط اول خبزه. رائع. اوكي
اوكي على الفرن طبعا على الفرن. خلينا نعمل هاي كمان خبزه واحده حتى انه نكسب وقت ونحكي عن التغميسات الثانيه، عن الاشكال الثانيه من الكسكي. اذا هاي اول شكل عملناه بالباودر، هذا بنتقع وبعدين بنعجن. خلينا بس عشان الناس تركز معانا مع الطحين. وبنعجن باللبن، فبصير عباره عن يعني زي خبز للكشكه. هلا بنتركه شوي ليرتاح قبل ما نخبزه. وبعدين على الفرن. بعدين نتركه شوي، المفروض انه لازم يرتاح شوي، بعدين على الفرن. رح نتركه على جنب ليرتاح، بنحطه على الفرن. تمام. بعدين شكله النهائي كيف بيكون؟ شكله النهائي بيكون هيك زي هدول الحبات. نعم. اوكي. لو تعطينا حبه نورجيها للكاميرا. طبعا احلى حبه. فريال. تفضل. هذا هو الخبز اللي عملته الست فريال، شيف فريال فاطمه. بالكشك اللي نقعته وبعدين حطته مع الطحين وحطته مع اللبن وعجنته مع اللبن. نعم. يعني قوامه لطيف وطري ولطف. نعم طري وريحته كثير زاكيه. نعم. ريحته كشك. لانه انت استعملتي بودره الكشك بنفس الوقت عجنتيه بلبن. ولو اللبن مو محمض يعني يا ريت تتركوا ست البيت يومين ثلاثه. وفي طعمه الكشك كثير واضحه. نعم. زي المعجنات الكشك. نعم. بالفعل. نعم. نجي هاي شوربه الكشك كمان انا اليوم عملتها صراحه. لا مو اليوم، انا عملتها امبارح الساعه 10 في الليل. هيك اجى على بالي قلت يعني كمان انه شوربه الكشك. نعم. هاي شو مكوناتها؟ مكوناتها البرغل، سوري الكشك، بودرة الكشك الناعمة. نقعتها بشوية مي قليلة. شيء بسيط جدا. ولو مرق الدجاج عندك كثير بتاخذ جزء من المرقة وبتحطي. هلا حطيت ربع كوب اوكي على اربع مرق. كاسات من مرق الدجاج. جبت صدور صدور دجاج مخلية وفرمتها قطعتها، قليت بصلة بس انه صارت هيك شفافة. سنين تومة برضه قليتهم، نزلت بالدجاج عليهم لصار الدجاج لونه ابيض واستوى. تمام. نزلت ببودره الكشكه بدون نقع. بدون نقع. مقلبه بشو؟ نعم. مقلبه بشويه مرقه او شويه مي. اوكي. ونزلت على الدجاج ووسط هديت عليها النار وتركتها لاستوت. حبيت انه شوربه يعني. نعم. من الكشك. انا حابه ان اظني بتطلع حامضه شويه كثير يعني قري كانه بتشربي جميل بس بطعم ثاني. تفضلي ذوقي لبين ما اسكبها بقلب ال نشوف كيف عملتها. طيب كثير. طيب هي شوربه الكشكه. تمام. فعلا طعمتها لطيفه جدا 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 وفيها حموضه الكشك يعني. نعم. يعني هذا يوم الكشك العالمي يا فاطمه. هو الاستاذ بيحبوا دائما هيك كل الاشياء جديده فمش غلط انه وبدنا اكلات زمان هاي. نعم. ترجع ترجع يعني. نعم نعم. قد ما بنقدر نرجعها لمطبخنا مفيده. نعم نعم. وفيها مواد حافظه كلها مجففه بطريقه. نعم. طبيعيه ولذيذه. نعم. بالفعل. بعد اذنك كمان بس صاينه هاي كمان واحدة. تفضلي. تمام. نحط على ال نعم نحط على التقديم. لطيف. وهي الاشياء اللي بتنفع كثير لوقت الشتاء يا طبعا طبعا يعني بالفعل ممكن نحطها هون. بس انا طويله كثير سامحوني. ايوه على سلامتك. اوكي طيب نحكي عاد عن الكشك البيضاء والكشكة الخضراء. طيب عفوا الكشكة الخضراء والكشكة الحمراء. هلا الكشكة البيضاء معروفة انه او الخضراء هي انه برغل برغل تاع الـ الـ الاكل الـ الـ برغل الخشن تاع الطبولة. تبع اوكي ناعم يعني. برغل الناعم. نعم. تاع الطبولة. اوكي بنجيبه بنقعه بلبن. تنقعيه بلبن. اوكي هلا هذا تقدري تحتفظ فيه بالثلاجة من يوم لاسبوع. اوكي بعد الاسبوع ما بفضل خلص بتكون حمضت ويعني بلشت يعني يومين ثلاثه خلص بتبلش. لا معاكي من, من من يوم لاسبوع لسبع ايام. تمام. اوكي يعني هيك احنا صنعنا كشكه خضراء. نعم هاي هاي بسميها الخمره او الخميره. البرغل واللبن. هلا انا باخذ لبن رايب. نعم. طبعا لبن رايب وبرغل ناعم بدون ملح. اوكي بحطها بالثلاجة عندي كل ما بكون بدي صحن سلطة مقبلات جنب هذا. باخذ منها وبحط إضافاتي. طيب شو طريقة صنع السلطة؟ السلطة بما إنه أنا عاملة هون اليوم الخضرة باللون الأبيض اللي هي معروف إنه جوز نعنع يابس أو نعنع أخضر أو بقدونس أو بصل. أنا البصل اليوم راح أحطه بالكشكة الحمراء. أنا ليش سميتها كشكة حمراء؟ لأنه راح نعملها كالآتي.
نعملها هون ما في مشكله. تمام. هاي الكشكه انا جبت البرغل نقعته باللبن ودرت عليه جزء من اللبنه الحامضه. اوكي تمام. بعدين فرمت بصل على السريع، ما راح ناخذ وقت. هي لا اكيد اكيد. تمام. تمام. رح نفرم البصل. هلا بدك تحطي البصل على اللي حضرناه. نعم. اللي هي الكشكه. تمام. هاي القوام تبعها ممكن نستخدمه للمعجنات ولا مش صحي؟ لا اقل من هيك، لازم تكون ايبس من هيك. لازم تكون انشف من هيك. نعم أكيد. ممكن تجفيفها بطريقه بالبيت طبعا. هاي المكونات الرئيسيه. نعم الكشكة. اللي بتنترك عاد لتنشف على الاسطيح وبعدين بعد ما تجف على شريطه ناشفه. نعم. بوطه ناشفه. هلا ليش احنا ميزناها انها كشكه حمراء؟ هريس الشطه عليها. هريس الشطه كثير بالبقلها. يعني نعم كثير. انا حابه تجربوا اليوم، الشباب يمكن بيحبوا الحر. بحبوا حتى لو ما بيحبوا نخليهم يحبوا. خليكم تحبوا الحر. طيب هيا بعدين هون. كمان صراحه يعني خليط كثير بشهي، الا وهو هذا طحينيه مع لبنه ولبن. الثلاثه طحينيه ولبنه ولبن. نعم تمام. هلا قلبتهم وحطينا هون شوي. ما في توم؟ لا بس لانك حطيتي بصل. ما حطينا بصل بس انا راح استعين بالتومه بالباودر اللي بيكون موجود بالاسواق. التوم. نعم الجاهز. نعم وفي كمان بيكون باكيتات صغيره جنب الشيبس. اوكي اوكي. هلا بنلف هيك. هيك عملتي زاكي. نعم. جديد كثير. نعم جديد. واللون هلا بتشوفي كيف صار لونها على حمار بالفعل. فانت عاملتي لنا هناك البيضه وانا عملتي لنا الكشكه الحمراء. دائما دائما بيكون عندك يعني خديها قاعده اساسيه انه دائما عندك ضيوف بيحبوا الشيء الحر واشياء حتى حتى اولادك نفسهم شيء بيحب الحر وشيء ما بيحب الحر. نعم. صح. البصل ما خلطتيه جوا، بدك تحطي البصل. سامحوني. لا بأس لا بأس، هو الاستعجال بيعمل هيك. الطباخ دائما بنسى بعض المكونات. ما في مشكله. شوية ملح. هلا اطلع الطعم شوي القوية تاعت البصل. طبعا لو بصل اخضر كمان برضه ممكن. نعم بالعكس بس انا كويسة. ما لقيت كان هلا مش موسم بصل اخضر كثير. لا يعني مزبوط بس انا ما لقيت صراحة هلا بالسوبر ماركت. ما يعني لقيت هذا متوفر اكثر. طيب بنزل هيك. رائع. حلو حلو لونها فعلا حمراء. وانا يعني زهريه. حاول تجربي هيك بالمعلقه. انا حر لا استطيع. لا 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 يصيبني كما يحلو لك. الحر لا استطيع. بس هيك بنزينها شوي. بشويه بقدونس. نعم. شويه جوز ممكن. نعم حلو الكشكه مع الجوز كثير بالبقر. كثير نعم. مع الجوز انا هناك حطيت جوز عشان هنا شوي منه شكل من اشكال التغيير. نعم. فنانه الله يخليك بالقارنش يعني. الله يسعدك بورا. هذا عيونك الحلوين. الله يخليك. يعني معلش تتحملونا اذا يعني في اشياء تسقط سهوا بس لغايات انه السرعه والاداء الجيد والوقت دائما يداهم. لا ما قصرتي بالفعل يعني. بعدين ممكن هيك يعني زمان كان يعني ايام زمان ما يعني بتجنن. نتمنى انها يعني بالفعل خيرات الطبيعه. نعم. وخيرات المطبخ الاردني كمان. نعم. يعني هذا الكشكه تراث فلسطيني اردني يعني. نعم. يعني نعم. لبناني. نعم. بلاد الشام. بلاد الشام. نعم بلاد الشام كان هاي. فهذا طبق يعني معروف طبعا طبق كثير بشهي وكانوا زمان ياكلوه على البساطه وكانوا يروحوا بالفعل. بين الدوالي والكرم العالي يعني شيء عن جد. عن جد انت هيك رجعتينا لاكل كثير زاكي وتراثي مع كاسه شاي. مع كاسات الشاي الزاكية. نعم. بتكون هيك الأكل أكيد كملت. وتعمدت أجيب كاسات قديمة كمان حتى إنه الأستكانات الصغيرة. نعم يعني وإن شاء الله زاكية. إن شاء الله تضلها أيام فكرة خير وإن شاء الله. وحلوة فاطمة شرباتي. شكرا جزيلا لهي الوصفات الحلوة الزاكية. شوربة الكشكة عملنا وسلطات الكشكة. نعم. الحمراء والبيضة. نعم. والخبز اللي مصنوع من الكشك أيضا كاسة الشاي. هلا اللي بيحب وعشاء وغدا وكل شيء بالنسبة هو إن إحنا اليوم نزلنا مقادير بس العجينة اللي
يحب يعني يشرفني على صفحتي تمام. اهلا وسهلا شيف فاطمه شرباتي او فتفيتو. انا عندي صفحتي من زمان من سنين وعجبني العلم الاردني من الخضروات طبعا يعني زيتون ولبنه وخيار وهذا. شكرا شيف فاطمه. تسلمي. انا اللي تشرفتيكم وتجنني والاكلات كثير زاكيه والريحه كثير طيبه. شكرا لوجودك معنا. احنا اعزائي رح ننتقل للفقره الاخيره، ابقوا معنا.